إخوتي أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم، وشكرا كالعادة للقدماء والجدد الذين التحقوا بنا. أتما اسم بركات غنوة اللون، ومرحبا بكم إخواني. ما تنساوش تشاركوا في المدرسة الكلاسيكية والواقعية كذلك. موضوع الساعة هو المغرب، العدالة، نجوم الفن والرياضة والسياسة. إذن الموضوع نتاع اليوم عنده علاقة ديال العدالة وديال داك العصابة اللي وقفة الأمن القومي واللي مشات كتحكم قدام المحاكم. وهذا الدرس هذا اليوم راه عنده علاقة ديال مع الدرس ديال البارح ديال التعليم، ديال التعليم، ومع الدرس اللي قبل منه ديال منيب والانتحار ديالها السياسي، لأنها طلعت عند واحد الإنسان. لا، ما كاينش علاقة ما بين رجل سياسي وما بين واحد اليوتيوبر اللي كتجي واحد الكمية هائلة ديال معلومات ما كيعرفوهاش الناس. لو كان طلع بمعلومات داش امام المحاكم وحكموا عليها القضاة بطريقة او اخرى، نقولوا ابوستيريوري هو كيعاود داكشي وداجو من حقه، ولكن كان قديم كيعرفوهاش الناس. اذن يومين عنده واحد الكميه هائله. اذن الا كان الامن اللي كيعطيه هذا، وهذا غير الامن ممكنش يعطيه ليه ولد الجوطيه، الامن كيعطيه، علاش هاد الامن ما يوقفش هاد الناس هادو ودهم قدام المحاكم؟ وشنو هو من الغرض من عند صانع القرار يخرجوا ديك الكميه هائله نتاع المعلومات للناس؟ يقول لهم اه تلاهاو، راه ماشي غير الملك، والملك ميمكنش يدير، راه هادو اليوم باسم جلالة الملك خرجوا بولش وداكشي، وخدمنا دي 6 شهور بالليل وبالنهار وما كينعشو شي، وعندهم الماكينه كيداو معاهم وداكشي، وهم يقبطوا. قبطوا شكون؟ النجوم ديال السينما ومتاع السياسة والمغنية، ورجل المغنية مو مغربية وباه مشي بلاصة، واللي باه مشي مغربي راه مشي مغربي، هذا الدستور المغربي. مو مغربية وباه لا ماشي مغربي، أنا غير في الدستور، ومشي اليهود ما عندهمش الدستور في الكتب المقدسة نتاع اليهود. إذا كان باك ماشي، إذا كان باك يهودي أمك مشي يهودية، أنت مشي يهودي، أنت يهودي ما كتكون أمك بسميتها، حيت هما الديانة ديالهم وهي ماشي ديانة، الملة ديالهم مبنية على العنصرية، كيقسيو الناس. لهذا المسيحيين شي 2 مليار وشي حاجة، المسلمين شي 1 مليار وشي حاجة، وهما غير 18 مليون. علاش؟ حيت هما كيديروش اي دعوة، وما كيديروش الدعاية، وما كيديروش لا بيبليسيتي، مع العلم هما الآلهة نتاع الماركتينغ والبزنس ولا بيبليسيتي والشهرة والإشهار والمشهورية وكل شيء. كيعرفوا كيفاش يبيعوا ان برودوي. راه قلنا لكم جاك أتالي بيع 20 بيع 20 بيع 20، وجاك أتالي راه هو اللي كتب الكتاب ديال لافونيغ دي موند. واحد السيد قال لي كاع داكشي اللي قال جاك أتالي ما مبنيش على طريقة علمية، وداكشي ما وقع منه والو. لا لا يا حبيبي، ما كتعرفوا شيء. كاع داكشي اللي قال جاك أتالي راه وقع. عمل سدوا عليكم في ديوركم، هضر عليها وقال ايه، وغنقولوا لهم واحد المرض، وخرجوا لهم واحد المرض، وغادي برضو غنقول لهم ايه شتا هذا المرض راه كيقتل، وحبسوا لقينا لكم واحد البارتي واحد الدواء، وغيجيو عندنا وبشويه غادي نحيوهم ارابا ارابا تودو سما. شتا كاع داكشي اللي قالوا ودين زر مدنان اللي هو تقدينا، علاش كيقولوا غير نتوما الحكم ديال العرب ما حاضرينش، راكم شتو ما نفعوكمش الحكام ديالكم مع الصهاينه، ما يسدو عليكم، وراه خلقوا الحروب. دابا شنو اللي كيخلق الحروب؟ الحروب راه هما كاع هضروا عليها، كاع هضروا عليها، كاع داكشي اللي هضروا عليه راه سميتو، راه الدولار ديالكم والليسونس ديالكم كيتباع بالاراده السياسيه ديال اليهود ديال الالمان، ها ديال فهد الالماني اليهودي من اصول المانيه واللي هو مات عنده 100 عام. هنري كيسنجر، هنري كيسنجر. اذا غير باش نجاوبك، باش حاجه جات في الطريق. اذا هاد الفساد اللي كاين في المجتمع
عنده علاقة مع المنظومة التعليمية، لأن في الأصل تاع كاع المجتمعات هو التعليم. نساو المغرب، نساو الأمة والشعب والدولة والمؤسسات، قبطوا واحد الأسرة. كيفاش واحد الأسرة غتنجح؟ واش بالعدالة؟ واش بالصحة؟ ولا بالتعليم؟ أشنو هو مفتاح ديال النجاح ديال واحد الأسرة؟ أشنو هو مفتاح النجاح باش نسهلها لكم، نتا واحد التلميذ ود البركة، واحد التلميذ تزاد في السطاح، تزاد في واحد القرية، يكون عادل؟ ميمكنش يعرف العدالة. باش تعرف العدالة خصك تدوز من التعليم، يكون قوي ما كيعرفش ما معنى القوة. إذن التعليم، التعليم هو الأصل، هو البداية، هو الأصل هو البداية. ملي كتكون مدرسة والحاكم، الحاكم جيب منظومة تعليمية ولود، التعليم تيكون ولود، ما يكونش داكشي عاقر، داك العقر الفكر. الناس اللي كتحفظ كتحفظ في اللوحة، سي با كوم سا. اليوم نتوما في المغرب من بيت الاول حتى الدكتوراه ديتا ديال الدوله متخلفين على السويد بخمسين سنه غير في الادوات والاليات ديال التعلم. من الابتدائي عندهم لي كمبيوتر ولا الحاسوب ولا لي زورديناتور ولا فهمتيني، تيقراو بهم كيتعلموا بهم، دخلوا في واحد العالم ستاك 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 وكيشوفوا ويمشي من هنا لهنايا. هادشي ما كاينش في استاذ جامعي، ما يقدرش استاذ جامعي ما يقدش عليها. في الليسي كلهم تيعرفوا، ملي كيجي طالب تلميذ في مستوى بكالوريا ولا في حتى في الاعداديه، تيقدم درس كيدير واحد ليكسبوزي، تيحاضر في القسم حتى يتعلموا ويتكلموا، وعندهم ان كرون تيكرو بحال شي تلفزيون كبير. مازال في الجامعات يكتبوا في السبوره كحله، زعما كحلوا على يماكم. والموضوع هو الحب مثلا، وكيشرح لهم معنى الحب ومعنى هادي وهذا كيحب هادي وكدا تسد وتي وكيشوفوا داكشي وكيطلع داكشي تات. سميوها الورد، سميوها الكلمه، سميوها اللي بغيتو. ومن الكمبيوتر وكلهم كيشوفوا وكيشرح لهم. في الجامعات يقراو علم الصواريخ ولا علم النجوم، كرو تيكرو كيتسد والطلبه كيشوفوا. وتيلو النجمه هادي وتيلو مهر بيمكونغ وكيفاش وقع الانقلاب وكيفاش بدات الحياة أول مرة وكيفاش وكيفاش. واش هادو غادي تقدو معاهم؟ لا. إلا جيت أنايا وبغيت نغيركم ونغير المنظومة التعليمية، وفرقت كاع أنا وبيل جيت لي كمبيوتر في الجامعات وفي المدارس، غير مشيت ثلاث أيام وغنرجع لقى 75% السرقات. علاش؟ حيت المنظومة التعليمية فاسدة. إذا كان ربو البلاد والعباد دا كاع الخيرات اللي في باطن الأرض وفي أعالي البحار، تلقى مناصب شغل الأفارقة، خلق لهم مناصب شغل، دار لهم الأبناك. يا ريت كون دار الأبناك ودا الشباب المغاربة بالباشلور والماستر في الإيكونومي والإيكونوميتري وبزنس أدمنستريشن والماركتينغ وسير وسير، وسلفهم الفلوس يديروا لا كلاس باترونال ماروكان في افريقيا. لا، شكون يستافد؟ استافدوا المسيحيين والمسلمين ديال لبنان من الابناك اللي هي فلوس ديال المغاربه. الا كان واحد الملك مدمر دا الخيرات، اش غيدير المعلم؟ المعلم غادي يسرق، المعلم غادي يسرق. المعلم كيقرا في الجامعه كيمشي للخزانه كياخذ الكتاب
تيعمر فيه 15 يوم خصو يردو، كي رجع تيبقى تيقول مازال عندي بيه الغرض كيدير 15 يوم، وتيبقى عنده العام الكتاب 3 سنين. هادي كتسمى شريقة. علاش؟ ماشي الفلطة ديالو، حيت ما عمرهم قراو شي واحد لا ديونتولوجيك لا بروفيسيون، ما عمرهم القيم الأخلاقية، ما عمرهم شد الصف دير النوبة في الهضرة، هز يدك عاد تكلم، تحمل المسؤولية ديالك. عمركم قريتو تحمل المسؤولية؟ راه الناس داروا القانون وما ما قراوش يتحملوا المسؤولية. كاين لو برانسيب دو ريسبونسابيليتي، إلا كنتي كتخدم في لابونك ولا في ريزاسيورونس ولا أنت مسؤول على شاكان ريسبونسابل دو لا شوز كي سو سا مان، ولكن أنت كشخص لا، تيخرج إنسان من الجامعة قرا الفلسفة، ما يقدرش يطبق ديك المفاهيم الفلسفية وديك المدارس المدرسة البنيوية في الشارع. انسان قرا لي كومونيتري في الكليه عنده باك بلس 5 تتلقى به في العكريه، قال لي اخويا اكلي مبروك عليك. قلت له قول لي البطاطا راه دايره 15 درهم اليوم، تيقول لي ماشي غلا. لا قلت له اشرح لي بداك الشيء انت اللي قريتي في الكومونيتري. قال لي على هذاك الشيء لا تيوري، هذه نظري. اذا اش ما كاينش علاقه ما بين النظري وداك الشيء اللي في الارض. واللي قرا الرياضيات حتى هو ما عرف شيء، وهذاك ما عرف شيء، وهذاك ما عرف شيء. اذا إذا ديكاتومي أوت المعرفة والواقع، لأن آخر حاجة كيمشيو ليها الناس وهي العدالة. في الوقت اللي كيكون تعليم الناس ما تمشيش للعدالة، كل واحد كيحكم على راسو، تيقول خصني نتحمل المسؤولية، الكلمة ديالي ما غنطلقوش عند شي واحد، أنا اللي مسؤول، ما غنسرقش ديال الناس، لا أحد يعذر بجهل القانون. دائما كي ديك المبادئ وداك كيجيبها هو لا ما خلاش داكشي. وكتقال قدام المحاكم عامرين، وحده المحكمه كاين 12 المحكمه الوحيده في الدنيا وهي المغرب، حدا المحكمه في الحات ديال المحكمه كاين كراج باركينغ المحامين والقضاة، داروا فيه مطعم ولا كونتين ولا قهوة، جالسين فيه السماسرية. عرفتي راه كاين واحد المحامي في الضرب والجرح، عرف اللي وكيعرف الرئيس، الرئيس راه كنعرفو، وهو كيعرف القضاة اللي كياخدو بحال هاد القضية دي. عندك تمشي داك القيد، داك القيد راه غيصيفطك للسجن غيصيفطك. كاين ناس كيتبرعو في الشرع، تيولي هاد القضية هذا شنو الدور ديالو؟ شنو الدور؟ نحيدو القاضي ونحيدو المحامي، يبقى الظالم والمظلوم مع رئيس المحكمة، اللي عنده الفلوس غيشري القضية. يدير هادشي اللي وقع ديال هاد السرقة هادي، الإنسان العاقل كيطرح السؤال. بزاف ديال الملاير وبزاف والكوكايين، واش عرفتوا شنو الكوكايين ولا لا؟ راه كدير كطلعو تيضرب لك الدماغ ديالك، تلتصق العرق في الدماغ ديالك. إلا متي مزيان، إلا ما متي شي، الحياة ديالك الجنسية مشات من مور واحد الفترة زمنية، زيد ونهار ما يكون عندك باش تستر، غادي كتولي صعيبة. على أيا هادي بليا، البلية سا دوموند لونتروتيان ديال البلية، بحال عندك شي مرا ولا شي عاشقة خصك عندك الفلوس باش تقوم بها، سير بشي بحال هكا. غير هذيك العشيقة كتمشي وهذا كيأدي بك لشي حاجة، كتولي انت هو المعشوق، فهمتيني؟ إذا فين كانوا رجال الأمن؟ وفين كانت الدولة والمؤسسات حتى وصلت القضية هكذا؟ فين كانوا؟ واش هاد الناس اللي مشاو للسجن هما شي 25 ولا شي حاجة؟ ولا هاد الناس اللي مشاو للسجن زعما تحققت العداله؟ واش العداله غادي تطبق؟ واش كاينه عداله في البلاد والبلاد ما فيهاش جامعات ديال بصح؟ ما كاينش تعليم، ما تورينيش الحيوط، ما تورينيش الحيوط. واش كاين عالم ديال القرايه وديال المفاهيم؟ واش القرايه اللي كيقراو الناس عندها علاقه مع الواقع؟ هادشي اللي بغيت نقول لك. واش هادوك اللي في البرلمان
وكي سرقوا وكي فسدوا ما شافهم حتى شي واحد. فين كانوا المسؤولين حتى بلغ السير الزبا؟ هادو مشاو للسجن. واش كتعتقدوا غيبتو في نفس الغرف بحال مول القرعه ونور الدين وهذاك وزفزافي و... لا، شكون عطاكم ضمانات ما غيبتوش في ديورهم؟ شكون اللي ما عطاكمش ضمانات في 12 ديال الليل دخلوا عندهم عيالاتهم حتى لخمسة ديال الصباح؟ كل واحد سدير عليه في بيته وهم غيجيو عندهم عيالاتهم. يلا عندكم شي حجه؟ احكموا لهم 5 سنين 10 سنين وملي غيخرجوا غيلقاو 7 مليار محطوطه. راه اللي في السجن وفلوسو كيتزادوا على برا والممتلكات ديالو كيتزادوا على برا، هذاك راه ماشي في السجن. نتوما اللي في السجن ماشي في الحبس، وفي الحبس الكبير اللي هو المغرب غادي كتفقروا والمعيشه كتغلى عليكم بلاكم على التضخم. هذوك غادي يلقاو 5 مليار ما شفتوش حياه 5 مليار ماشي يطهش قاضي في 50 عام. قاضي وكوميسير وقايد ما يحطوهاش جانبا في 50 عام. الراتب ديالهم كيمشي كاع الى وصل 50 ألف ديال الدرهم. شتي 60 مليون في العام 20 عام 1 مليار و200 مليون في 20 عام. دوك ماشي بزاف وما يقدرش يت من ما قادش حتى كامله، لان خصو باش يعيش والمعيشه وخصو فين يسكن ولادو الطوموبيله. وقاضي راه ماشي شي حاجه. قاضي قادر واحد الانسان محكوم عليه قرار القضاء باش هو يكون محكوم عليه. شتي واحد خير يسكن تيخرج من دارو تيدخل القهوه اللي بغا في المدينه اللي فيها، المعلم تجلس في القهوه اللي بغا فيها، الطبيب كذلك، لاشتيكت كذلك، القائد والقاضي والكوميسير ما تيقدوش يجلسوا في اون بال تروا باش يجلسوا في القهاوي نتاع ديك المدينه اللي هم فيها. خصهم يمشوا بعيد هاوي باش ما يكونش عندهم علاقه مع الناس وداك الشيء على الرشوه. ولكن الرشوه راه رئيس المحكمه اللي كياخذها و تيفرق لي زونفلوب على القضاة. اذا واش كاين غير 25 واحد اللي فاسده؟ شتو النظام؟ النظام قلناها لكم، هاد الآلة ستيك الحلوفة. واحد الوقت باش تجدد الولاء ديالها وتبيض وتلمع وجهها للشعب حيت بدات كتفرتت، غادي تطحن هادوك اللي هما ما رباتهمش على القيم الأخلاقية وما قراتهم شاي. اشنو واحد خينا مو شوف غير مو فين وباه فين، وهذاك تيضرب في الكره ولا مدرب ولا اخر من البرلمان ولا اخر سياسي. الناس ما عندهم حتى قيم اخلاقيه، ما عندهم حتى تربيه، ما والو. شتوهم ومشيو ولا الديور الكبار. النظام ما كيوصلش ولا الديور الكبار. هادو صنعهم وخلاهم، واي حاجه ترونزاكسيون داروها دخلوا مليار، راه نص ديالها خداها ولي حاكمين عندهم عليهم الحجاج عليهم تيتسنطرهم في التليفون كيصوروهم. واحد الوقت وقالوا اش غنديروا؟ ايوا وغنضحيو شي شويه نعطيو للكلاب باش يتلهاو شي شويه. الكلاب هما نتوما يا الملكيين، وها هما لاحوهم في السجن وطلعوا كاع الكلاب ديال الملكيين. اشي والعداله الاجتماعيه والحق تميتو وبدعه تميتو ولانه تدخل جلاله الملك. اها وقول جلاله الملك يدخل مع الحموشي والبلوشي والقلوشي واخت الحموشي اللي طلع هذا اللي خدام عندهم هرفع على 700 مليار حتى هي ودارت غير بي او لا بي دو في باريس كتدير السطوره لا مارشي تاكت ولا تاخشي ملياردير ولا هي غيخليوها من بعد نهار يبغيو يديو راسهم من الحموشي يقبطوهم من جهه الانثى. نسيت تيفكروا مزيان هاد الناس هادو في البلاد. إيوا قبضوا كلشي ودوا كلشي للحبس وخرجوا مول القرعة يرجع يقرا قرايتو، والآخرين اللي كيهضروا على كلمة الحق والصحافة والصحافية والصحافيات والإعلام والإعلاميات خرجوهم.
راه ما يمكنش ديروا عداله وتدو خونا بواحد المجموعه ديال الصلاكت. هادو غير ولاد الشعب، تلقوهم على ربي، تلقوهم ينعسوا لكم ولاد الرجاء ولاد الوداد. النظام اللي تيعيا، وقلتها لكم هذه واحد ثلاثه ديال الاسئله، هذه واحد اربعه ولا خمسه نتاع الدروس من قبل، قلت لكم غادي يبدا يرجع للملكيين والعبيد ديالو باش يلوحوا من الكلاب اللي هما الشعب. ودابا الحمد لله راه اي حاجه كيديروها حتى حنا كنشاركوهم فيها. شتي النظام كيف ما درتي غيستغلك. اوي من الملك نسمعونا بلي ديناهم السجن، زوينه وخلوهم في السجن وقولوا بلي الملك، لا ماشي الملك، الملك ما دار والو، غير تيبغي ينعسنا حنايا، بغينا حنا ندير الهمه والمجيدي وخواتاتو حتى هما يا وخصو كيخلص الملك الضرائب، ما تيخلصهمش حتى هو خصو يمشي للسجن. راه اي واحد ما كيخلصش الضرائب في المغرب راه جريمه. نعم حيت المواطن ما كاينش المواطن، المواطنه كاينه في الجمهوريه. اي مغربي مغربي ما كيخلصش ضرائب راه كتسمى جريمه، حيت المغاربه كيخلصوا ضرائب باش يديروا المدارس وداكشي، نتوما كديروا المغرب ما كتخلصوش. اذا كاينه علاقه، ما يدوخوكمش بالقضيه ديال العداله، راه ما كاينش حاجه سميتها التعديل في العداله. راه ما يمكن لهمش يخرجوا كاع القضاة، راه ما يمكن لهمش يخرجوا كاع رؤساء المحاكم، راه ما يمكن لهمش يمشيو للمدرسه نتاع القضاء ويعاودوا كل شيء من جديد. لا، ويمشيو للمجلس الاعلى. القضيه في التعليم، التعليم التعليم التعليم، لان التعليم هو اللي كيعطي المحامي وتيعطي القاضي وتيعطي الباشا وتيعطي الولي ويعطي الطبيب ويعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا. هات ديتي القضاة للسجن ولا درتي التعديل وقبتو، ما درتي حتى شي تعديل، غير قبتو الناس ولحتوهم في الحبس، ولا خلعتوهم في الحبس حيت لهم الملايير ديالهم، خصكم تقول لكم من اين لكم بهذا، خصكم تردوهم اسفل سافلين باش تربيو اخرين. راه هكا خصو يدير. ولكن طبيب، طبيب دخلت مرا على رجليها وخرجات ودخلت عند جوج الكلاوي كلوها مشات، من جا هاد المشكل هذا؟ من التعليم، التعليم فاشل، ما قراش لا ديونتولوجي لا بروفيسيون في الكليه، لان هاد القضيه تاع القيم الاخلاقيه خصها تبدا من الاسره وتبدا من الابتدائي. بغا اي طور من الحياه وصلتي ليه، طب حتى كتجي تخدم في البنكة ولا شي بلاصه تقول لك ايه جيب لنا الشهاده باللي داكشي بلي نتايا راه حسن السيره، مزيان، ودابا غادي تسيني هنايا، هادي لا بوليسي ديالنا، لا ريسبونسابيليتي اللي غدير تبدا خدمتك هنا ودير هنايا وانت راك مسؤول، وكاين شي حاجه سميتها ديونتولوجي. ما تهضرش في الناس الاخرين، ما تمشيش شي مرا، ما تحرش شي بنت اللي شتيها هنا، ما تعاودهاش، ما تسرقش ديال الناس، ما تخرجش قبل من الوقت، ما تشربش القهوه حدا الكمبيوتر. كاين قوانين دائما الحياه غادي فيها قوانين قوانين، والقانون راه ماشي بمعزل على المجتمع، وما يمكنش يكون القانون في المجتمع الا ما كانش دائما قيم اخلاقيه، حيت القانون كيرتكز على القيم الاخلاقيه، على التربيه وعلى الاحترام وعلى الحب. انت ما كتقول لخوك لولدك كل تفاح ما تشوفش اختك، انتم ولادكم ما كبرتوهمش يتحابوا بيناتهم، حيت حتى واحد ما علمكم معنى الحب، وراكم شتوها، شتو الملك ما عرفش كيفاش يعشق مرا، شتي ان هي كي دارت، ما نقولش انا ما شتها واش مشات ولا طلعت ولا هبطات، يمكن بغاها الله وداها طلعت في الاسانسور، فهمتوني؟ اذا المجتمع اللي كتشوفو راه المسؤولين عليه هما اللي وصلوه، وهذه غير باش ينعسوا الناس
واي واحد هاد الملكيه اللي تيقولوا الملك والملك، قولوا الملك يعطي الناس ديورهم اللي مشاو ليهم وينصفوا الناس، وقول الملك يخرج يشرح لنا كيفاش مات السيد اللي في طنجة، فهمتيني؟ ويخرج يقولنا اش مشارك مع الرامي قدور، واش كيحبو بزاف ولا كيكرهو بزاف راه ديما كيطلع الرامي قدور وتيقول الملك الملك الملك. إذن النظام عنده ملفات على الناس اللي قريب ليه، هادو كلهم اللي كيسرقوا بالمعيه ديال النظام، وكيشجعهم النظام وتيكبرهم النظام، ملي كيبغي كيطفيهم بحال الشمعه وكيطفاو. الحلوفه قلنا لكم كتاكل ولادها. اي واحد بعيد من النظام، وشكون اللي كيكون بعيد من النظام؟ هما الناس اللي عندهم قيم اخلاقيه، هما الناس ما كيخدموش مع النظام. قبل كيخدموا تيقول اش غندير في بوليسي، ولا قالوا لي عذب شي واحد ولا قتل شي واحد ولا قتل شي واحد على القرعه. انو ما يمكنش، انو كي المعلم ما كاينش الكراسه، ما كاينش الدري ما يقراوش، يضرني خاطر غنتحمل المسؤوليه، وانا ما قادش على المسؤوليه. ولا كيمشي بلاد ما يخدمش شي شركه، ولا كيخلق شي عمل ديالو ولا يهز حوايج يمشي بحالاتو. الناس اللي تغربوا راه ماشي غير جاو تغربوا، واحد الفئه، واحد الفئه خرجهم الجوع، واحد الفئه اللي ما كيرتقيوش باش يكونوا ناس باقي في العالم ديال الحيوان، هذوك خرجهم الجوع بحال الملكيين. كاع الملكيين مرورا من هنايا حتى للسويد خرجهم الجوع. كاين شي واحدين في هاد الملكيين وراه غنهضروا عليهم في الموضوع الجاي تحت عنوان الملكيون بين السجن والمحاكم والقبور، الدرس الجاي إخواني أخواتي. ما تخليهمش يكذبوا عليكم، وما تخليهمش يلهيوكم. أي ملكي ملكي إنسان خاوي الوفاد، حنا نعلمهم. مش نقول حنا الرامي قدور واحد الأقلية والحمد لله. إذن في الموضوع ديالو التحفة اللي هو النوبة ديالو يقتل طول واحد لوطروت غتديها تدير العكاشة، قال اشي والملك هدار وداوهم للسجن، وهذا هو المدرير وسميتو ديال الرجاء الولادي، وطيح بالقيم الاخلاقيه وشوه جلاله الملك محمد الخامس رضي الله تعالى اللي كان ناضل ودفع واعاد لنا وحده بتاع البلاد. ما عمري ما شفت المغرب متوحد، المغرب غادي كيتفرق ارابه ارابه، غير ما لقاوش صحراوة رجال، اما كنت داو نص ديال اكادير عرفتي اش غادي يقول. شوفوا كي غادي يدير علاقه ما بين الرجاء ومحمد الخامس. قال لك واو محمد الحسن تالي رضي الله عنهم وارضاهم، الفرقه ديالهم هما اللي خلقوها. دابا واحد الانسان غادي يجي غيقرر لنا التاريخ ديال كرة القدم في المغرب. هاد الوداد والرجاء ما عرفتش شكون فيها الاولانية، غادي يخلقها اصلا كرة القدم. المؤسس ديالها في المغرب هو الاب جي جو، جي اجي عند جو جيجو. هذا اصلا ولد طاطا وغيكبر فين؟ في تالودانت، ملي كانت المرأة بنت الجنوب السوسية كتولد الرجال. دابا استخلفتهم مرأة ورجل، الرجل مشي نقي مشي مشي تقي، والمرأة فرجها ليس نقي. قال لك طن
عرفتي راه راه كيدلسوا على شي مسائل اللي ما حضر ليهاش وما كيفاش واحد الانسان تزاد في براكه، كيفاش المعرفة غتدخل للبراكة، وكيفاش انت غتعرف التاريخ نتاع الجيكو ولا الاب جيكو ومحمد الخميس وكاع ما كان كيلبس السروال ولا كيتمشى بالبلغة وكطيح عليه سي با. انا ما عرفتش علاش قاعد تهضر في هذا الموضوع هذا اصلا. قول محمد الحسن الثاني وقال لهم عطاو الاوامر وداك الشيء ودوا الناس للسجن وبغينا نديروا عداله، حيت راه ولد العكرم كيطلع عليه الدم وكيتنرفا وغيدخل غيضرب الحجر وغنمشيو حتى حنا نكونوا فاس سميتو خاصنا فين ما غيعطينا اللجوء السياسي صافي. محمد الخميس وتيهزي يديه وتيهضر بحال زعما شي راجل ديال بصح. حنا ما كنتخلعوش، حنايا حنا ما كنتخلعوش، حنا راه ما كنتخلعوش. الوداد الاولى ومن موراها الرجاء، الاب جيكو هو اللي غيديرهم. ملي كنتي نتايا في ظلمات نتاع الجهل والفقر في الخمسينات من القرن الماضي، غيدير واش القانون دروا دي بونك ولا دروا ولا شي حاجه، غيديرها في باريس. هو اللي غيديرها مع جوج ديال الفرق هادو. غادي يجي محمد الخامس مع الحسن الثاني، غتكون 56 هذيك 57 في فرنسا، اول عيد العرش بمعنى العرش، اذا غيدور عام عيد العرش. غادي تلعب ماتش في الدار البيضاء، وغيديروا لي وحده عامره وحده خاويه يجروا عليه من الوداد. غادي يمشي للرجا يطلعها ويكونها، غادي يجروا لي منها. من بعد غادي يموت في واحد الظروف غامضه، وهذه داخله في الامن القومي، وبلي الناس من اول لحظه كره القدم السياسه الاقتصاد الماليه، الانسان المغربي تيموت، الانسان المغربي كيموت. الحسن الثاني غادي يجي، وباش تعرفوا الحجه الدامغه باللي ما عندهم يدير بدواء تاريخيا وسياسيا ما كيحملش ولا الدار البيضاء، غادي يدير الجيش الملكي. اخوه اللي هو كان عزيز عليه كان سميتو الدري الصغار، هو اللي غادي يدير الفتح الرباطي. باش كيدخلوا في صراع مع بيضاوة. من بعد غادي يخلقوا فرقة فوس توارقة، في توارقة كانت فرقة كتسمى فرقة ديال توارقة، وهاد الفرقة ديال توارقة والفرقة ديال الفتح والفرقة نتاع الجيش الملكي وزيد عليهم اليوسفية حتى هي وسطاد ماروكان، هادو تنشؤوا وبداو بولاد العكاري. اذا التاريخ سي كومسا، ورا المجتمعات كتبنى وكتنشا بالتعليم اللي قال الشاعر، الام مدرسه اذ اعددت شعبا طيبه طيبوبه طيبه الاعراق، اليس كذلك؟ الأم مدرسة أعددتها أعددت شعار طيب الأوراق في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب السيف والمزراق، كلا ولا أدعوكم أن تسرفوا في الحجب والتضييق. وتقول السر والسبب في النجاح ديال الناس في الغرب وهو تربية المرأة، حيث ما كتربى المرأة هي مولاة البيت وهي اللي قرب للأبناء ديالها، واللي هي عارفة بلي هذاك راه الأبناء ديالها والفريدة نتاع الكبد ديالها. وسير سول مولات الجمهورية واش باك هو راجل أمك، هادشي اللي بغا يقول الشاعر. أنا غير كنشرح لك حيت نتايا كشول وكتقري ولادها، كتقري ولادها، كتجيو للدار ملي كياكلوا هي اللي كتربيهم. والدراري اللي نجحوا في المجتمع المغربي بحال كاع المجتمعات، أم قارية ولا ما قارياش، كتربيو مع القيم الأخلاقية، داك الدراري كيخرجوا وكيطلعوا مزيانين. والدراري اللي كيجيو ما كيلقاوش مباشرهم حيت مشاو كيحضرات في شي بلاصة وكيشريو الذهب والقفطن، دوك الدراري طلعوا كشلة وطلعوا كبرين عوجين وهما الملكيين،
وانتوما الملكيين كونوا في امريكا ولا في الالمان ولا في السويد، ولادكم راه عبيد، غيكبروا عبيد، حيت ما غيمشيو للمدرسه السويديه ولا المدرسه الالمانيه، اي مدرسه في اسكندنافيا تيقروهم غير القرايه. القيم الاخلاقيه كتخادف فين؟ في المدرسه. ايوا نتوما كلكم، انا كنقول انا كنهضر، انا خدمت على الهجره عشها وخدمت عليها نهار ومطال، الموسيقى وشطح وردح والشيخات في الدار. على كيتهضر على الدراري يتمكنوا من اللغه نتاع داك البلد اللي استضافهم واللي هو ديالهم وعطاهم الحدود ينجحوا، وتبقاو الدراري كيتديهم باهم وامهم كيديهم للمغرب، وكل هذا طاجين وهذا كشكوش وهذه الشقه، والشقه صغيره ونجروا شقه كبيره، وتيكبروا الدراري وعندهم الصوره نتاع الملوك والملكات ونتاع الحموشي فواحد المجتمع متحضر، تيكونوا عباره عن قروده وعبيد، وهم اللي كيديروا الجريمه، وهم اللي كيمشيو للجامع وكيجيو الائمه والمخابرات الخارجيه كيشفتهم بحال اللي شفتو شحال من واحد لسوريا، الاغلبيه راه ولاد الجاليه، وشتو الدراري ديال نتاع فين هادوك ديال بلجيكا، ها ديال بلجيكا اللي غيجيو لباريس لذاك نايت كلوب يدير اوليمان كلشي، شتو مغاربه هادوك. علاش؟ حيت لعبوا لهم على الفيبر نتاع الاحساس ونتاع الانتماء لواحد الوطن، وفي الاخر غادي يبالونسيوك ولا غير يبالونسيك شي واحد، والنهايه ديالهم كانت دراميه، والنظام المغربي كيرجع باللور حيت ما خصوش التخطي ماء ديالو بولد واحد لي ميغري ميغرانتي طرباخو ربوطايو ارمايتن فو ترافاي يو هاف تو ورك اند سند موني وصيفط فلوس دينيرو الراي الملك لغوا ذا كينغ ا بوجوا دارجون نيسيسيتا يور دينيرو وانتوما غير حمير. الناس اللي في الدار البيضاء والشلوح وجمور وتيولدوا ولادهم عبيد كتفهم، حيت عايشين في واحد المجال نتاع الحمير، عايش في واحد المنطقة وفيها الغاز كتشم الغاز، انت عايش في واحد البلاد نقية تقية فيها تعليم فيها مؤسسات وفيها غير الاكسجين، الله ولادكم عايشين الدل. وهذه الايديولوجيا القاتلة، وهذا الشيء اللي قال لكم هذاك اشباه الرجال، لا واخا تمشي وعندك جنسية مغربية انت راك مغربي، لا انا حابب باتجاه انا ماشي مغربي انا امريكانوس. اخواتي اخواتي شكرا لكم، ما تنساوش تشتركوا في القناه، وتحيه نضاليه وراه بدا بلاد بكيعيا وخصي يمشي بحالتي، وشاركوا في القناه، والموضوع الجاي راه غيكون على الملكيون بين السجن والمحاكم والاغتيالات، وهذا الشيء اللي جاي وهذا الشيء اللي غيدير النظام وبزمنه باش يعتنى المواضيع باش نتكلموا وباش ينساو بدم يكبر الامير، ماشي الامير المنبوذ، لا هذاك الامير اللي ما قراش تيقرب شي شويه فهمتيني، وخصو يدوزو عاوتاني عند هذا الامير هذا وراه مشى للسبيطار ومشى فهمتيني. اذا هايدو سيو جان اند جان اند جان.